الجودة العالية لهذا القرار الذي يصمد أمام الضغوط الغربية ويعود إلى القانون. إنه نزاع دولي وحماس حركة مقاومة ولا علاقة للإرهاب بهذه المسألة. إذا المحكمة لم تستخدم كلمة إرهاب فهذه الكلمة لا تستعمل في القانون الدولي، إذن هناك عودة إلى حقيقة قانونية، وهذا تكذيب قاس لإسرائيل ولجميع حلفائها الغربيين. في فرنسا لا يمكن أن تقول شيئا إذا لم تقل حماس هي إرهابية، والمحكمة أسقطت ذلك وأثبتت خطأه وقالت 7 من أكتوبر هناك قتلى وكان هناك رد فعل. إذن الإرهاب يساء استغلاله. وأذكر أيضا بأن الإرهاب لا يوجد في قانون الأساسي للمحكمة العدل الدولية. إذن تعتبر المقاومة هي حركة فلسطينية، وجميع من يريدون إخراج حماس من اللعبة يحرمون أنفسهم من أي حل. كيف نبعد شخصا منظمة تمثل الفلسطينيين؟ ينبغي قبول الفلسطينيين كما هم، هذه حقيقة وواقع.